الحياة لينشر في الأرض مشاعل تنير كل زاوية مظلمة في حنايا دروبنا وزوايا حاراتنا. دعونا نستقبل كوكبة مميزة من خيرة طلابنا الذين قد وجدنا فيهم جواهر ولآلئ ثمينة، فعلى أنغام الموسيقى العذبة نستقبل خريجينا من تلاميذ وتلميذات الصف الثامن برفقة المربيتين المعلمة سهاد خوري ومارلين جوزين. تفضلوا المعلمة التميمة. بفوج جديد وبوجوه تفيض أملا وسعادة، فالشكر لكل من أوصلنا إلى ختام عام دراسي آخر وتخريج فوج جديد، فبالشكر تدوم النعم. لكل جبل قمة، ولكل هرم رقص، ولكل مؤسسة قيم يحرسها، كلمته تعبر عن مشاعر الجميع، عن فرحة الفلاح بجمع الغلال. واكب المدرسة معلما ومديرا، عمل ويعمل على راحة طلابه ومعلميه، حريصا على توفير جو دافئ تنمو فيه مشاعر الأخوة التعاون والاحترام. نبقى الآن مع كلمة مدير المدرسة الأب الياس عبد ليلقي كلماته المضيئة في الحقول، فهي نكراس طريقنا، فليتفضل. مساء الخير. قدسنا في نديم شعور كاهن الرعية المحترم رئيس المجلس المحلي السيد حاتم عراف المحترم،
دكتور شكري عراف، مؤسس ومدير معهد الدراسات الكرويه والمؤرخ والباحث. اهلا وسهلا. مدير قسم المعارف دكتور فراس عراف المحترم، مدير مدرسه نوتردام السيد اياد بسوس المحترم، لجنه اولياء امور الطلاب المحترمين، نائب المديره المعلمه سميره معلم وجميع افراد الهيئه التدريسيه المحترمه، زميلي المدير السابق استاذ اسكندر، اولياء امور الطلاب المحترمين، ايها الضيوف الكرام، طلابنا الاحباء، اسعد الله اوقاتكم جميعا. نرحب اولا بكم ونعرض عن فرحنا بلقائكم مجددا بعد طول انقطاع. اليوم في احتفالنا الاول لهذه السنه وبعد التحديات الكبيره التي خضناها مع وباء كورونا، وجدت ان تتماهى كلمتي هذه اليوم مع الكلمات التاريخيه، لا سيما من تاريخ الخلاص ومن سفر الملوك، عندما ضاقت الحياه على النبي ايليا وسار نحو جبل حوريب، وهناك اراد ان يشكو الويلات لله تعالى، فلقه الله ويقول الكتاب هذه الكلمات: وسار ايليا 40 يوما الى جبل حوريب، ودخل المغارة، فقال له الرب: اخرج وقف على الجبل امام الرب. فاذا الرب عابر وريح عظيمة وشديدة تصدع الجبال وتحطم الصخور، ولم يكن الرب في العاصفة والريح. وبعد الريح زلزال، ولم يكن الرب في الزلزال. وبعد الزلزال نار، ولم يكن الرب في النار. وبعد النار صوت نسيم لطيف. ولما سمع إيليا ستر وجهه وخرج ووقف بباب المغارة، لأنه أحس بوجود الله وسمع صوته. تماما هذه السنة مرت علينا كريح تصدع أسس وأنظمة اعتدنا عليها، وكزلزال هز كياننا في خوف من المجهول ومن الموت، وكنار استعرض في وحدتنا وانعزالنا ونفاد صبرنا. واليوم بوادر الفرج الذي لم ينجلي عن وضوح تام في استقرار حال العالم حيال جائحة الكورونا وتبعاتها وأثرها على حياتنا، ويتطلب منا لطف النسيم لنبلسم جراحات بعضنا البعض ونصنع نور وأمل وفرح في حياتنا وحياة الآخرين كما صنع الله لإيليا. أحباؤنا، إني أعتز بالكادر التدريسي في مدرستنا والذين بادروا إلى تفعيل قوة الحياة والتصميم على تجاوز كل الحواجز والعوائق من أجل الوصول إلى طلابنا أينما كان. فأنتم أيها الأهل شاهدون علينا بأننا دخلنا إلى بيوتكم واجتذبنا أولادكم، إنهم من النوع من ملك النظام البيت كمان، وعلمناهم ووقفنا معهم تعليميا وعاطفيا تربويا وأخلاقيا وإنسانيا في جميع مجالات النمو، لم نترك ولم نتخلى عن أحد في الميدان، بل جندنا قوانا الاتصالية والتكنولوجية والتعليمية والتربوية وبكافة الإمكانيات ومع كل الطلاب. ووصلت المدرسة إلى استيعاب، فتقول كل رقم 100% من الطلاب دخلوا إلى المهمات التعليمية يوميا وعلى مدار الأزمة. هذا رقم واقع وموثق وموجود، وكل من كان له احتياج من الطلاب والأهل تم تأمينه وعلى أكمل وجه. وأنتم يا طلابنا الأعزاء قد خضتم كل التجارب الغريبة واكتسبتم من الخبرة ما لم يحصل عليه غيركم، فقد جابحتم التاريخ بصمودكم ومثابرتكم وصبركم،
وكسرتم قواعد التقطير للمدرسة التقليدية لننجح معكم في التعلم عن بعد والتعلم بمهمات والتعلم المستقل وتجنيدكم للبحث والتنقيب واقتحامكم لمصادر المعرفة كلها، وكل هذا خارج جدران المدرسة. وفي حذر وترقب من إسقاطات الكورونا تحديتم المحدودية والتهديد والنفسية المحبطة، ووجدناكم تعودون إلى مقاعد الدراسة في فائض من الحركة، داهمين أبواب النشاط الزائد والأكشن، مهملين بسرعة العاصفة والزلزال والنار الذي خلفته الكورونا، ولكن ليس بعد. ما هو بعد والأهم أيها الأحباء هو أن نستمتع بالنسيم اللطيف الذي تجلت به حضرة الله، فالله جل جلاله قد أظهر قوته بالزلزال والنار والعاصفة، كما أظهر معاملته ولطفه ومحبته بالنسيم الرطب اللطيف. ما هذا إلا لنقول لكم مشددا إن حكمة الحياة تدعوكم إلى إعلاء معاملتكم الإنسانية إلى جانب إظهار قوتكم. فالسلوك الأخلاقي ضمانة لحياة الفرح والصداقة الحقيقية والكرامة الإنسانية. إنها باب الصلاح والوصول إلى قلوب الناس بسلام، لا سيما زملائكم ومن حولكم. واليوم أحبائي، مع الانتهاء من هذه المرحلة التعليمية الأولى، نقول لكم نحن المعلمين والمسؤولين عنكم: تشجعوا، لقد غلبتم الأزمة وخرجتم أقوى من ذي قبل، وأنتم ثابتون في أسس المتينة في الماضي والحاضر الذي صنعه بهمة وشرف رجال ونساء من هذه القرية الغالية. نقشوا التاريخ وشقوا طرقات النجاح في كفاح وبسالة، جعلتنا في صدارة المجتمع نجاري متغيرات العالم. وقد منحوكم الجينات الوراثية والفرصة لخوض المنافسة بلياقة وعزيمة وكفاءة، ومع أبناء جيلكم تشجعوا ولا تخافوا، فإن النجاح مرسوم لأولئك الذين اختاروا المجازفة. ونحن لسنا أقل من المركز الأول ولا نرضى، وأي شخص يقنع نفسه بأنه لا يستحق المركز الأول فقد كتب وحكم على نفسه بالفشل منذ البداية. بالأول لازم يكون، والمستحيل كلمة يستخدمها البعض لوضع سقف لأحلامهم، وإن كانوا قد قالوا قبلنا بأن السماء هي سقف الطموحات، فنقول لكم اليوم بأن السماء والأجواء تمثل اليوم البداية فقط. حلقوا حلقوا، العالم بيستناكم إلكم. أختم كلمتي هذه بالشكر لله أولا الذي عاد لنا بسمة وفرصة للقاء. أشكر كل من حضر هذا الاحتفال، أشكر كل من حضر لهذا الاحتفال، لا سيما مربيات الصفوف واللواتي تابعنا هذه الكوكبة بمسؤولية وتفاني، المربية سوار سوري والمربية مارلين جوزين والمربية تميم الأيوس. أشكر كافة الهيئة التدريسية على عطائها وانتمائها. نشكر لجنة أولياء الأمور الداعمة، ونشكر المجلس المحلي المتعاون. نشكركم جميعا على دعمكم ومحبتكم. نشكر مواقع التواصل أهلا وجبلنا. تمنياتنا لطلابنا بالتوفيق والنجاح الباهر. نحبكم، ألف مبروك وإلى الأمام. شكرا. يسعد على كلمته القيمة. ها هي سفينتنا تمخر عباب هذا البحر المتلاطم بأمواجه العالية، وكلها ثبات على تحدي الصعاب وتجاوز العقبات لتصل لبر الأمان بعد أن غامرت وكان لزاما عليها أن تأتي بالجديد من الجواهر التي جمعها ووصوها لتعرضها في سوق المحبة والنقاء.
وكم حوت سفينتنا من الجواهر، واليوم هي في عرسها البهيج وليلها العليل، فيسرها أن تحلق بكم في هذه المناسبة لتهديكم حفلا مميزا. فإلى حدائقها الغناء نحملكم لنهديكم أزهار محبة ووفاء وعطور مسك وصفاء، لنقطف معا زهرات شبية مع نسمات ندية، فكم فيها من زهرات وزهرات من حدائق مدرستنا المعطاء وبساتين مدرستنا الغناء. كل ما في الأرض يبيد إلا الموسيقى فلها الخلود، فعذرا من العود والكمان والنار والطبلة وآلة الأورج تستأذنكم لتتحفكم بأجمل الألحان وأرقى النغمات. دعونا نستمع لعزف الطالبين شكرا لدحبور من الصف الثامن باء، يليه الطالب أندرو عراف. تفضل. شيكو خليك عندك، خليك.
شيكو أندرو على هذا العز الجميل. شيكو أسه حزرت أنا لما كنت شفكوت على الزوم على اللقط عشان كنا أكيد أكيد كنت تعزف والعزف بسوى 100 درس زوم إلى الأمام. وأندرو أكيد سهال كنت تسمعين لا بالحارة. أنا كنت أنادي شيكو من الشباك يفيق للصف. السلطة المحلية دورها في دفع المسيرة العلمية والتربوية، وعاهدنا السلطة المحلية داعمة وحليفة لمدرستنا كي تكون منارة تضيء سماء هذه البلدة. فلنستمع أولاً إلى كلمة رئيس المجلس السيد حاتم عراف، تتبعها كلمة مدير قسم المعارف والثقافة الدكتور فراس عراف. فليتفضل أبو ماهر أولاً. إحنا أبو ماهر عن بعد تعلمنا مهارة الدمج والتلخيص، حطيتكم مع بعض. تلخيص منيح بس بالمجلس ما يجيش تلخيص لانه طلعتكم بس صفحات سهله. مساء الخير. خلينا نشوف الانقد. وين؟ بدنا نشوف الانقد احنا. بس شباب مساء الخير. قدس الاب ابونا الياس العبري مدير المدرسه المحترم، ابونا نديم كاهن الرعيه المحترم، أستاذي سميرة المعلم نائبة المدير، كل طاقم المعلمين، ضيوفنا الكرام أهلا وسهلا فيكم. طبعا الأهل ولجنة أمور الطلاب هن على الرأس، وأهم ما في الناس اللي لازم أرحب فيهم هن خريجين الصف الثامن لأنه المرحلة هن المحتفى فيهم، هن أهم ناس بهذا الحفل. زي ما حكى أبونا الياس، السنة الماضية كانت سنة صعبة جدا من التعليم، ما كانتش هوينة، بس التعاون المشترك اللي كان بين الهيئة التدريسية، مدير المدرسة، المجلس، أولياء أمور الطلاب، تمكننا إنه نعبر هاي السنة بسلام. وطبعا طلابنا أنه هاي المرحلة بتأمل بنجاح. بهاي الجلسة أو بهاي الأمسية بحب أحكي عن شغلتين ثلاثة مهمات. قبل يومين ثلاثة صار في عنا حادث مؤسف جدا انه تعدوا على بيت من معليه، وطبعا قبل فتره هاجموا مصالح معينه. احنا كمجلس واهل وكبلد نجلب هاي الظاهره، نتمنى انه ما تصير بالمره بمعليه. اللي كنت انبهه انه بهاي بس يصير اي شغله شيء طلابنا او قسم من الشباب بتجمعوا بالمركز تبع الحدث، ممكن انه ناس تضرروا. بطلب من الجميع بتأمل ما تتكررش هاي الشغلة، بتأمل إنه لما بصير شغلة على الشكل ما حدا يتجمع لأنه بدناش ولا حدا يتضرر. مهمة جدا هاي الشغلة، الأهل ينبهوا على الأولاد ما يطلعوا على مركز الحدث. أنا كنت بالمحلين والمحلين صعبين. الشغلة الثانية إنه إحنا يوم الخميس في عنا مخيم صيفي لمدة 21 يوم. المخيم فيه عدد كبير من الطلاب، يمكن من أكبر مخيمات. بطلب من الأهل إنه كمان يعطوا توصيات للأولاد تبعهم إنه يحافظوا على المخيم، ينبسطوا قديش بقدروا، لأن المجلس ما بخل، أعطى 4 أيام بركة ويومين اللي ما يسمى أيامات سي على حسابه حتى يكون المخيم جدا غني. وطبعا الوزارة المعارف راح بتأمل إنه تعطي شو واجب من عليها. بنفس الوقت عندنا يوم الخميس حفلة بالمدرسة اللي هي أول حفلة بتنعمل بعد الكورونا. بطلب من الكل يشاركوا بس كمان يحافظوا على النظام والهدوء، وحاولوا أقل ما أقل ضرر يعملوا إذا ممكن للمدرسة لأنه ثاني يوم في عندنا مخيم، ويحافظوا على النظافة جدا. طلابنا الأعزاء أكيد السنة عبرت بسنة صعبة جدا، وبمجهودكم تمكنتوا انه تعبروا هاي المرحله. المرحله هاي جدا مهمه لانه بعد الصف الدام رح تنتقلوا لمرحله اللي هي مهمه جدا. ما حدا يقول انه انا ما نجحت وما بنجح، زي ما قال المدير المدرسه انه
دائما في امكانيات ينقل الواحد من مرحله لمرحله، وفي تجارب كثير بتقول انه ما في ناس ما نجحوا بالابتدائيه بس بالثانويه والجامعه تمكنوا يصلوا لمراحل متقدمه جدا. بتمنى للجميع انه ياخذوا هاي الشغله لانتباههم ودائما يطمحوا للاكثر حتى يصلوا لوين لازم يصلوا. مبروك للكل وللاهل. طبعا لجنه الاباء بشكرها جدا لانها تعاونت جدا بفتره الكورونا، بتامل تكملوا بالعطاء. الاهل طبعا ما بيبخلوا ولا باي شيء على طلابهم ولا باي مرحله. مبروك للجميع واستقبل ماهر للجميع. شكرا لكم. مساء الخير جميع محبة الألقاب. نهنئ الطلاب الأعزاء الهيئة التدريسية الأهل الكرام بمناسبة التخرج، ونقول لكم كل عام وانتم بخير. المسيرة التعليمية لم تنتهي هنا، بل ينتظركم المزيد من الكد والجهد من أجل أن تحصلوا على مبتغاكم، ألا وهو التعليم الأكاديمي أو أي مهنة تختاروها بالمستقبل. أيضاً المدرسة فازت بالمرتبة الأولى في اللغة العربية، من هنيها ومن هني الطلاب معلمات اللغة العربية. الوقت عملنا بتفاني كامل، وأيضاً حصلنا على مدرسة خضراء. فبطلب من مدير المدرسة والمعلمة سميرة اللي لها دور كبير في هذا البرنامج أن يستلموا الشهادة من وزارة المعارف ووزارة البيئة، على أمل أن نستمر ونحصل على مدرسة خضراء مستديمة يعني للسنة القادمة بإذن الله. فنطلب من أبونا ومن المعلمة سميرة يتفضلوا يستلموا. سبعة من قسم التخطيط والبناء من وزارة المعارف رح يجوا لهون. احنا في صدد بناء مدرسة جديدة بإذن الله. توجهنا للوزارة في السابق ورفضنا، ولكن هاي المرة بشكل جدي نعمل على الأمر بشكل جدي. إن كان ما أخذنا بناء مدرسة جديدة رح نأخذ تقوية وترميم كامل للهيئة المدرسة الخارجية. احنا أخذنا تقريبا 1,000,000 شيكل قبل سنتين للترميم الداخلي وعملناه، وبالفعل بستة سبعة نتأمل بالفعل نصب ونطمح ونطمح أن نبني مدرسة جديدة، وهذا بالحق يعني، وإن شاء الله بإذن الله رح نحصل عليها. هنيئا لكم تخرجكم وكل عام وانتم بخير. شكرا لرئيس المجلس وللدكتور فراس عراف. احنا نسينا نرحب باعضاء لجنه الاباء السيد حنا عراف والسيد حاتم ابقصى. اهلا وسهلا فيكم، واحنا بنطمح دائما انه تدعمونا، انتم السند الكبير لنا. عندما تكون الحروف تائهه على الشفاه فيعقد معها الكلام، فينبثق الشعر ويتغلغل الدفء الى الاعماق، وتتسرب من ثقوب الأيام مزيج من عطر الأمسيات الباقية، وتتفتح زهيرات للأمل فتطير الحروف حتى تنبلج في الفضاء، لنرى فارسة مبدعة من فوارس مدرستنا تلقي الشعر الجميل للشاعر والكاتب العالمي اللبناني جبران خليل جبران. فأنت تفضل. الطالبة ميار دحور، تفضل. هيك أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها، بكم يأتون إلى العالم ولكن ليس منكم، ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليس ملكا لكم. أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم، لكنكم
لا تقدروا أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم، لأن لهم أفكار خاصة بهم، وفي طاقتكم أن تصنعوا مساكن لأشجارهم، ولكن نفوسهم لا تقطن في مساكنكم، فهي تقطن في مسكن الغد الذي لا تستطيعون أن تزوروه حتى ولا في أحلامكم. وإن لكم أن تجاهدوا لكي تصيروا مثلهم، ولكن عبثا تحاولون أن تجعلوه مثلكم، لأن الحياة لا ترجع للوراء ولا تلد لها الإقامة في منزل الأمس. أنتم الأقواس وأولادكم سهام حية قد رمت بها الحياة عن أقواسكم، فإن رمى السهام ينظر العلامة المنصوبة على طريق لا نهاية، فيرويكم بقدرته لكي تكون السهام سريعة بعيدة المدى. لذلك فليكن التوائكم بين يدي رمى السهام الحكيم لأجل المسرة والغبطة، لأنه كما يحب السهم الذي يطير من قوسه هكذا يحب القوس الذي يثبت بين يديه. كنت أذكر إنه طالبة ميان شاركت السنة الماضية بمسابقة الخطابة، وكمان حصلنا على المرتبة الأولى للمرحلة الإعدادية، وبنحكي على هذا الإشي شوي. شكرا ميان للأمان. التواصل أمر هام في دفع أي مسيرة تعليمية وتربوية، فبالتواصل نسعى إلى تحقيق العديد من النجاحات، ونهيب دائماً بأصحاب الهمم الذين لا يبخلون ولا يقصرون في دعمنا ومؤازرتنا. نبقى الآن مع كلمة مدير مدرسة نوتردام الأستاذ إياد قسيس، فليتفضل. استعملت زميل مدير مدرسة الإبائية أبونا نهين، الحضور الكريم مع حفظ الأسماء والألقاب، سيكون الخير جميعا. مضبوط، أنا السنة فرحتي مزدوجة، يعني قبل فترة وجيزي خرجت الولد ولسه عم نتخرج البنت، ف يعني بالرغم من كورونا فهي حب الحياة، حب العطاء، حب الاستمرارية في الحياة هو أعظم وأقوى. ولكن أنتم بتعرفوني، أنا بعتبر كل الشباب والصبايا هون بجيل 71 هن ولادي وبناتي. كيف لا؟ وأنا بعرفهم من جيل صفر، قبل الصفر لا، بس من جيل صفر أكيد. فهذا أمر طبعاً يزيدني فرحة وفخر في نفس الوقت. لابد من الإشادة بالأول ومبارك المدرسة الابتدائية بالحصول على المرتبة الأولى في اللغة العربية. وكيف بعرف إنه بمواكبة مواظبة شباب والصبايا من جيل 71 هن اللي كانوا في مركز المقابلات اللي كانت موجودة، إن كانت مع أبونا وإن كانت مع الدكتور شكري عراف، وعلى هذا الأساس بمتابعة المعلمين والمعلمات طبعاً بالمدرسة الابتدائية اللغة العربية قسم اللغة العربية وصلنا إلى هذا الإنجاز. هذا الإنجاز هام مش بس لرفع أهمية اللغة العربية في هذا المحيط، كمان هو مدمات هام بالنسبة لنا إحنا كثانوية نحط اللغة العربية في مركز المواضيع الهامة، وخاصة إنه بتركز عليها أنتوا بتعرفوا البسيخومتري والمواضيع الأدبية وحتى المواضيع العلمية. وإحنا اليوم قبل شوي خلصنا الفيزياء، بكرة الفيزياء، وجزء كبير من الحلول تعتمد بشكل أساسي على التعبير والتعبير في اللغة العربية بشكل أساسي. فهذا إنجاز عظيم، لأنه أي إنجاز في الابتدائية هو إنجاز يضيء على المستقبل، مستقبل معليا في الثانوية. وإن كان أساس الثانوية هي طلاب معليا الابتدائية، فهذا الإنجاز هو إنجاز مش بس للمدرسة الابتدائية، هو أيضا إنجاز لنوتردام وإنجاز لمعليا وإنجاز للمنطقة، وخاصة إنه إنجاز قطري. فألف مبروك لكم، هنيئاً. النقطة الثانية هو أنه أنا بشهادة مدير وفي نفس الوقت في شهادة أب، أنه متابعة والمواكبة والدعم العاطفي التعليمي وحتى الاجتماعي في فترة كورونا من قبل الهيئة التعليمية تعليمياً وإدارياً من مدرسة مالي ابتدائية أنا كنت شاهد عليها كأب، فهذا إشي أفتخر فيه
افتخر على الجديه، افتخر بالمهنيه، افتخر بالمتابعه اللي كانت موجوده. انت بالكم كان هذا الحقيقه مدرسيه جديه. ونشكر ربنا انه احنا موجودين وكنا مهيئين، وكثير مدارس ما كانتش مهيئه لمتابعه المسيره التعليميه وخاصه بهذه الفتره الاستثنائيه. لابد ايضا من انه ابارك للشباب والصبايا، وخاصه انه زاروني في المدرسه الثانويه وحسيت حالهم مرتاحين اكثر من اللازم لانه جايين على بيتهم. فانا بقول لكم يعني عطيتكم سودا صح مرتاحين، ولكن طبعا مزح، انتم جايين على مدرستكم. الفرق انه احنا جايين على مرحله ثانيه اللي هي مرحله تبني المستقبل، مستقبل الاكاديمي، تبني مستقبل المفروض يكون فيه جدي اكثر. وانا باخذكم انتم بتعرفوا، مش لانكم لابسين اباريز بيضاء، ابونا بيعرف والكل بيعرف، انا باخذكم كورقه بيضاء، وهي الورقه البيضاء من جميع النواحي بستقبلكم فيها نوتردام. بنوتردام نبدا مرحله جديده، ولكن مرحله ان شاء الله تتكلل في النجاح والهمم. وكيف ما رفعين انتم دائما راسنا هون ورفعتوا راسنا بالابتدائيه، انا كل شوق وكل امل ترفعوا راسنا في نوتردام. فكل عام انتم بخير، هنيئا للمدرسه الابتدائيه، هنيئا للاهل، هنيئا لنا في المعي، الف مبروك، ربنا يكفيكم. هنري عبين ما يجهزوا حالهم لعبة الكاراتيه، بحب أحكي شغلي باسمي وباسم زميلاتي وزملائي بالمدرسة للأهل. إحنا بفترة التعلم عن بعد كثير ارتحنا مع أولادكم. إحنا كنا نسمع عن كثير مدارس المشاكل اللي كانت تصير مع الطلاب مع المعلمين. إحنا يعني إذا الله هدى بالنا وشفق علينا اتعاملنا مع طلاب مؤدبين متميزين مبدعين، كانوا يفوتوا على الوقت، يقدموا مهماتهم على الوقت، يمشوا على التعليمات. طبعا الفضل لكل زميلاتي، للمربي المعلمة سهاد والمربي المعلمة مرلين والمعلمات الأفاضل، المعلمة سميرة مشكورة، وأبونا اللي دعمونا يدخلوا معنا على الزوم بالتعلم عن بعد، يفوتوا يتواصلوا معنا، يزورونا بالبيت بالرسائل. أبونا كان يزور الطلاب ببيوتهم يشجعهم على الدخول. يعني أنا كمرشدة اللي كنت أسمع من باقي المدارس إنه معليا 99% 100% حضور كامل مع تقديم مهمات، ومدارس 40 و60 هذا إشي بيرفع الرأس. فنشكركم على هاي اللؤلؤة المميزة اللي أعطيتونا إياها واللي راح نخسرها، بس أكيد أكيد اللي دايما راح يزورونا ويجي يشربوا هون من ميتنا، وكيف متعودين علينا وهن مروحين من نوتردام دايما بيجوا بزوروا مدرستنا وبيبوسوا معلوماتهم، صح؟ عليك. يعني عندما تضيع الروح بين خلايا الجسد يتولد شعور بالتحرر من الذات، ورياضة الكاراتيه نوع من أنواع فنون الرياضة، حيث تتميز بالأخلاق العالية للاعبين والمبدأ الصارم الكاراتيه أخلاق أو لا تكون. دعونا نشاهد عرضاً من عروض الكاراتيه لطلابنا أندرو عراف، مارك ليوس، أدريانو عراف، أدريانو عراف، مارك ليوس، نيشان تكوار، ومجد فران. تفضل. Thank you.
مركزين الدرس الدين التركيز عندكم تركيز امشي هنري تيجي شكرا للطلاب من الأقطار. قال الشاعر: أبحرت في بحر الكلام لأقتفي أحلى كليمات وأحلى الأحرف، لكنما الأمواج أردت قاربي فتحطمت خجلا جميع مجادفي. لو أنني أنشدت ألف قصيدة لوجدتها في حقكم لا لن تفي. لكل مبدع إنجاز، وتلاميذنا الأحباء أبدعوا فأنجزوا، ولكل شكر وتقدير نسطر أجمل القصائد. وفي لحظات الشكر والتقدير هذه لا يسعنا إلا أن نلقي بأرقى الكلمات وأعذبها إلى الدكتور والمؤرخ شكر عراف والأب الياس عبد، فبلقائكما حلقت مدرستنا عالياً، حلقت عالياً ولامست أفق السماء، فها هو اسمها يرتقي المنابر. لقاؤكما كان مباركاً فهنيئاً لنا بهذا النجاح. أدعو الدكتور شكر عراف فليتفضل والأب الياس عبد. نقدم لهم الشكر والامتنان على مساهمتهم في إنجاح مشروع لغتي إبحار ومرساة التابع لوزارة التربية والتعليم في رسخ مكانة اللغة العربية ورفع شأنها. أدعو تلاميذنا الأعزاء جوليا ناصر، جونا ليوز، لين قسيس، نينا طنوس، ميار دحبور وأندرو عراف. تفضل. شوي عن المشروع. أكيد أنتوا كلكم شفتوا على شبكات التواصل المقابلة كانت حول مساهمة اللغة العربية في صقل الشخصيات وتحقيق النجاحات. المقابلة اللي أجريناها مع الدكتور شكري عراف كانت مع الطالبة نينا طنوس والطالبة ميار دحبور، والمقابلة اللي أجريناها مع مدير المدرسة الطالبة جوليا ناصر وجونا ليوس وليم قسيس وأندرو عراف. بدي أوزع عليهم باسم الوزارة وباسم مدرستنا شهادات التميز اللي حصلنا عليها. شيل اللي يعمل صورة صورة مش هلا هلا ما بعرفش أستاذ شكري من أجدع وأقوى معلمين اللغة العربية اللي كانوا في مدرسة ماجي. أنا لا نعم لا حرام عليك، أنا مش منك، أنت ما قلت ليش؟ أنا سألت عنك.
في نصابه. وأن يكون في بلدنا باحث ومؤرخ وذاكرة لتاريخ هذه البلاد المقدسة، ديارة مقدسة بكل ما فيها، وستين إصدار تقريباً، 60 جاهز صور، 60 إصدار. أفكر في شيء بلد كثير في أن هاي الكنز موجود في الأعراب. بعد 90 سنة من العطاء المستمر لمدرسة بعمرها بالبلاد 71 سنة من تخريج 71 فوج. احنا من 33 بس في زمن اسرائيل سنة 50 كان اول فوج نتخرج منهم، تذكروا منيح دعيناهم. واللغة العربية حبيناها، وانا سافرت 10 سنين لبريت البلاد ورجعت في محبة فائقة للغة العربية وابحرت فيها شخصيا، كان عبارة عن نشاط شخصي. واتمنى انه كل واحد يعتمد لغته لانها ليست هي للتعبير بقدر ما هي للتفكير. كنا ندور كمان عن الأفكار تبعها. والمعلمة فيلما في هذول السنتين، السنة الماضية كان في عنا إحنا مسيرة الخطابي، والسنة هاي كان في مسيرة لذكرى البروفيسور جورج قنازع الله يرحمه اللي بحبه، كان زميلنا في دار المعلمين لفترة طويلة. وهذا كان عبارة عن عنوان اللغة إبحار، لغتي إبحار ومرسى، أبحرنا وأرسينا على الجائزة الأولى في هذا الصدد. ويعود الفضل الكبير للمطور، المطور اللي بحرك اللي هو المعلمة فيلما. نعم كلمة حلوة. من يجد المرأة الفاضلة أعطوها من ثمر يديها ولتمدحها أعمالها، هكذا يقول سفر الأمثال. شهادة تقدير واعتزاز تقدمها باسمكم جميعا مدرسة مهلة الابتدائية للمربية المحترمة في المواكين، وفاء لنشاطها انتمائها غيرتها ومثابرتها في ترسيخ وإعلاء شأن اللغة العربية في مدرستنا. أضم الله عطوك وزادك تألقا، وباسمكم جميعا توقعت. طبعا لا يتم الفرح الا مع كثيرنا. تفضل. الواقع لي عدة محلات او محطات الواقع يمكن التحدث بها عليها فيها، لكني ساختصر. المحطة الاولى البنتان اللتان قابلتهما في مكتبي. أود أن أتحدث عنك بشيء من اللغز، يعني عندما قدمت نفسها إلي تقول أنا حبيب شكرضة دحبور. شو بطال؟ انتماء، لا انتماء رائع جدا. هذه لم تطل كثيرا إذ أن أمها كانت معها، فكانت قد لقيتها قبل ذلك مرة هي وأختها. وددت أن أقول لشكرضة الآن، شكرا الله، كنت رئيس أرهاط كشاف معليا في سنة 54 55 56 عندما أسست هذا الكشاف في هذه المدرسة. شكرا لك وللمرحوم صديقك الغالي الله يرحمه الصباغ. نقطة بسيطة جدا، أنا آسف لم أكن مع المجموعة الثانية، لكن الواقع نقطة أخرى أرجو أن يراعيها كل مديرو المدارس ليس في معليا فقط، في كل الوطن الغالي الواسع الضيق. نحن مع تلاميذ مدرستنا ولسنا مع طلاب مدرستنا. في اللغة الإنجليزية يعني student
وعندنا بيوبل. في العبري عندنا تلميذ وعندنا ستودنت. احنا من ابن صف بستان طلابنا. ليه بدنا اياهم طلاب؟ غريبين شوي احنا، لا بدنا نكبرهم او نقول حتى اولادنا هن صغار زي طلاب الجامعه. يخجلوا شوي، غيروا لي هذا النظام حتى بقلب ما يسمى الشهادات اللي بتعطوها لاولادكم اعتبار من السنه القادمه. هذا الكلام انت مسؤول عنه كمدير قسم معنا. هناك نقطة أخرى لا أريد التحدث عن شكر عراف المؤلف والباحث وكذا، هذه قضية أخرى، لكن أريد أن أقول أحبتي أنا وأنتم، أنتم وأنا نجهل ذواتنا. هذا أقولها بكل نزاهة ولكن بكل التأكيد على كل حرف أقوله. من خلال لقائي مع أولاد شعبنا وكثر من رام الله إن أردتم لغزة حتى العريش في سيناء في سنوات السبعينات، يتضح لي شيء خطير جدا. نحن نجهل ذواتنا. نماذج يعرفها مدير قسم المعارف دكتورنا، يعرفها رئيس المجلس المحلي عندما خططوا لانتبهوا شوارع هذه القرية. أحبتي نحن لا نعرف معنى بعض مسميات أراضينا. لذلك أنا أطلب، لا أرجو، أنا أطلب منكم أن تأتوا إلى اللقاءات التي سنرتبها مع المجلس المحلي لكي نتعرف على هذا الوطن الصغير، انتبهوا، الذي يعتبر بالنسبة لي أساس محطة ركيزة لهويتنا، لهويتنا. لا أريد أتحدث عن هوية، لا، موضوع آخر. لكن من جملة ما سأكون معكم في الحديث عليه هو معليا أسماء مواقع تاريخ. نحن نجهل معليا. شباب صغار اتذكروا كلمة أخيرة بدي أواجهها لمديرنا في الثانوية أستاذ إياد، أنت غالي علي جدا، لكن تذكر زي ما قلت أنت وأنا بقول لك الآن، في إيدك سنت الجاي ثلة كوكبة من أولادنا اللي خلصوا الثامن، لكن جايين لعندك يقولوا لك إحنا بحاجة للدفء بتاعك أنت، دفء معلمينك، دفء مدرستك. للأهالي بدي أقول لكم الله يخليكم. شكرا أستاذ شكري، وطال الله بعمرك وأدامك لنا. وأيضا كان لنا إنجاز وفوز في مسابقة الخطابة الكلام للأنام للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وحصلنا على المرتبة الأولى. فقد حصلت الطالبة نيكول ميخائيل عساف على المرتبة الأولى عن المرحلة الابتدائية، وشاركت الطالبات ميريل ليوس ونينا طنوس وميري فران وميار دحبور ومنى خوري في المسابقة عن المرحلة الإعدادية، وفازت فيها الطالبة ميريل ليوس بالمرتبة الأولى عن المرحلة الإعدادية. أدعو الطالبات ميريل ومنى وميري، ميري فران، ميريل تفضلي حبيبتي، منى تفضلي حبيبتي، أبونا تفضل. ما صار لنا احنا هذيك السنه بسبب الكورونا، احنا ما صار لنا انه نكرمهم، فقلنا لما ينزلوا على نوتردام ما بنستنى السنه الجايه لنكرمهم بمدرستنا لانه بتبعدنا. شكرا لكم، جبتوا جائزه لكم الاول وبعدين لنا وللبلد كلياتها، فامام الجميع بنقول لكم شكرا وتستحقون كل الاحترام. وين تستحقون كل الاحترام. يلا تفضل. تفضلي. تفضلي نسرين، انت كنت معنا للخطابه. حبيه هون، انا هون،
إيزابيل نبال تفضلوا شو مالكم؟ معلمة نسرين واكبت نيكول مبروك معلمتك. ميري فران جبور بالخطابة أخذت المرتبة الأولى مية أخذت نيكول علمتها مصرين مبروك نيكول فكونوا معنا وساعدونا كي لا نفقد وسام الشرف بدعمكم وحبكم وحبكم وإيمانكم بنا. أدعو الطالبتين سيلين توما عن الثامن ألف ولوريل عساف عن الثامن باء لتلقيا كلمة نيابة عن صفوف الثامنة فلتتفضلا. صديقاتي أصدقائي أبناء وبنات صف الأعزاء، باسمكم وباسم أهلنا أتوجه بالشكر الجزيل أولاً لمدير مدرستنا الأب إلياس عبد المحترم الذي يكافح من أجل مدرستنا حتى تصل إلى مستويات راقية من العلم والاهتمام بالتعليم والمسيرة التعليمية، وعلى جهوده وسعيه واهتمامه وحرصه في توفير كافة الإمكانيات المتاحة وتسخيرها في خدمة المدرسة ودعمه المستمر لنا، فأنت نعم القائد لها ولك منا كل تحية واحترام. ثانيا شكرا جزيلا للمربيات المعلمة سهاد والمعلمة مرلين، كنتما لنا بمثابة الأم الثانية التي أحبتنا وضمتنا فأعطيتما لحياتنا قيمة وغرستما التميز بنا. سنحمل شهادة تخرجنا تاجا يشهد بعرفانكما. معلماتي ومعلمية، أصعب اللحظات تلك التي نضطر فيها لتوديع من علمونا وربونا وزرعوا فينا كل بذور الخير. نحن الآن نفتخر بأنكم درستمونا يوما ما. مشكورة جهودكم الجبارة التي زرعت فينا حب العلم والتفوق فأظهرت ورودا متألقة، وسنترك مدرستنا مرفوعي الرأس لأنكم أنتم من علمتمونا وغرستم في عقولنا الأفكار السليمة والملهمة في حياتنا. حق للآباء والأمهات أن يفخروا بكم معلمين لأبنائهم، فكل الأنساني تهتف بالدعاء لكم. هنيئا لكم هذا الدار وهذه الرسالة، بوركتم وبوركت جهودكم
ولكم منا كل الحب والتقدير. لن نقول وداعا بل إلى لقاء قريب. مرحبا بكم أيها الضيوف الكرام. دخلنا عبر بوابة الحياة ونحن نمسك بأيادي الأمهات. دخلنا إلى عالم مجهول لا نعرف ماذا ينتظرنا هناك. كبرنا وترعرعنا على أياد غمرتنا بالمحبة والعطاء، أياد علمتنا من حكم الحياة وعلمتنا معنى التسامح والوفاء. وها نحن نجتمع في هذا اليوم المميز نحتفل معا بتخريج فوجنا من الصفوف الثامنة. حضرة الأب الفاضل الياس عبد، أنت الذي تستقبلنا بضحكتك الصباحية لتعطينا الأمل والتفاؤل كل يوم. ها أنت تتجدد مع كل فوج راحل وقادم. قطة وتقود صرحا يعطي من قلبه ويسهر، يتعب ويشقى، يبحث ويبدأ، يحتوي مشاعرنا ويساعدنا على تحقيق ذاتنا. أيها المعلمون، كم كان عطاؤكم نبعا لم يتوقف يوما. أحببتمونا ورعيتمونا، أسقيتمونا العلم والمعرفة والتجارب لنقضي في هذه الدنيا معززين مكرمين. كنتم لنا مشعلا وهداية، كنتم خير عون وسند، فلكم منا مديرنا ومعلمينا ألف شكر وتقدير. الأهل الأعزاء، كيف لنا أن نكرمكم؟ كيف لنا أن نفي حقكم؟ أهلنا، أنتم جبل شامخ لا تهزه الريح، تضحون، تتفانون، تعطون، تمنحون. أنتم من حصد الأشواك عن دربنا وزرع فينا القيم والأخلاق والتربية الصالحة، فلا يسعنا في هذا المقام إلا أن نهدي تخرجنا هذا لكم. طلع عليها طلاب صف الأحباء، ما أجمل تلك الأيام حين كنا أطفالا نلعب معا في ساحات الروضة، وثم انتقلنا معا إلى مدرستنا هذه التي لطالما كانت لنا بيتا ثانيا. وها نحن نصل الآن إلى محطة جديدة، محطة تحمل لنا الجديد والمستجد. فليكن طموحكم أكبر وليكن جهدكم أعظم، فإن مجتمعنا محتاج لنا، محتاج لعلمنا وثقافتنا، محتاج لعلمنا وعطائنا وتضحيتنا. لنجعل شعارنا يا إخوتي نوقد قبعة ونشعر بالحرية، لقد تخرجنا وأصبحنا نحن بالمسؤولية. شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم. شكرا للطالبة لوريل وللطالبة سيلين. أدعو الآن المعلمة تميمي والطالبة دنيا الياس تكوار وأبونا الياس. كنت ولا زلت كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود، كل كلمات الشكر تعجز عن شكرك يا مديرنا الغالي، فأنت بذلت الكثير من المجهودات وما زال عطاؤك مستمرا لم يتوقف حتى الآن. من الطالبة دنيا الياس تكوار. إلى من أعطت وأجزلت بعطائها، إلى من سقت وروت مدرستنا علما وثقافة، إلى من ضحت بوقتها وجهدها ونالت ثمار تعبها، لك أستاذتنا الغالية تميمي ليوز كل الشكر والتقدير على جهودك القيمة من طالبتك دنيا الياس تكوار. مبروك دنيا حبيبتي. شعلة وضاءة تلتهب مثابرة ونجاحا وتقطر عزيمة وإرادة، لقد غذيتموها بدموع من الكد والجهد، حافظتم على هذه الأمانة سنة كاملة، وها أنتم اليوم ستردون الأمانة إلى أصحابها، ويشاء القدر أن يسلم الطالبتان نتلي نخلي، تفضل حبيبتي، وميرا موراني فلتتفضل من الثامن. والمندوبين عن صف السابع باء بيير موراني وجبران موراني، تفضل. قول لي بسير فيش مشكلة.
كبيرة. إن نجاح عملنا في هذا المجال منوط بالعمل المشترك، فمن هنا نهيب بكم أهلنا أن تمدوا لنا يد العون وتأخذوا دوركم في هذه المسيرة لما فيه مصلحة أولادكم وضمان مستقبل أفضل لهم. فافخروا اليوم وارفعوا رؤوسكم عاليا في السماء ليرى القمر أنكم أنجبتم أفضل من نجومه، ويرى الكون أنكم خير من هذب وربى طفلاً ليغدو خريجاً. فلساني عاجز وقلبي حائر، لا أجد الكلمات التي تعبر عن وداع جيل مميز، جيل أبدع وحلق في سماء المجد، جيل لم ينقطع مجهوده الجبار، جيل غمرنا بسعادة ونشوة العطاء والتعليم. لا نبالغ حين نقول أنه جيل متميز في تاريخ مدرسة معليا، لكن هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع، والنتائج تشهد على ذلك. أحيي طلابي الأعزاء الذين أحرزوا التقدم والرقي بتحصيلهم وسلوكهم. نبارك تخريجكم، فهنيئاً لكم التخرج، واعملوا بجهد لتكونوا دائماً في الصدارة. وفقكم الله.